مرحبا، اليوم رح اشرح لكم كيف نلعب لعبة مافيا 42. اول شي بندخل على شي سيرف، الظاهر كلهم معبين السيرفرات. هي سيرف فضي، طبعا داخل اللعبة في برنامج محادثة. يلا ابدأ اللعبة. هلا عم يدير شو؟ حطوا لي شخصيتي مافيا بهالكرت. بالليل بس فيني يقتل حي للاعب، بكبس على صورته وبقتله. ليكو مات. طبعا لازم ما نحكي انه احنا مافيا. قد ما فينا نكذب. هلا صار التصوير وكمشوني، يعرفوني اني مافيا. طبعا بس نموت فينا نحكي ونحن مع الأموات بس، واللي عايشين ما بشوفوا الحديث.
هلا بلش التصويت، مكتوب تايم اوف فوت. بس تموت ما فيك تعمل شي، بتستناهم لا يخلصوا لعب. هلا عم يتناقشوا مين المافيا التانية. أنا بتجنب أو
نحن فزنا المافيا. هلا أعطوني شخصية سياسية بدي ألعب بالسياسة، فيني أحمي حالي وقت صوت ضدي، بس ما في يعمل شي تاني. طبعا السياسة بيكون مع الشرطة. هلا وقت التصويت، بس ما حدا عارف مين المافيا. طبعا بالليل بس المافيا فيهم يحكوا مع بعض، والشخصيات الشريرة بس. في باللعبة كاهن وحسن يعيش واحد.
مافيا فاز لأنه قتلوا الشرطي. أعطوني شخصية شرطي مرة تانية، والشرطي طبعا بالليل بيتحرى، نكبس على الصورة، طلع كوكت شين مافيا، هلا منخبره للعيبة. طبعا هلا عم يحاول يكذب انه عم يقول انه هو ماله مافيا. هلا التصويت، وطبعا كلنا بنصوت عليه. ليكون كلهم طلعوا. ايه مافيا. هلا بنشوف كمان مين مافيا، نكبس على الصورة. هاد ما طلع مافيا، مكتوب تحت.
هلا بلش خلص الوقت وهلا بنختار مين المافيا، بس ما بنعرف مين.
طبعا ما في فازوا لأنه ما كشفناهم كلهم. هلا حانهي الفيديو، حعمل فيديو تاني اشرح فيه كل الشخصيات.